السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله الفيديو هيكون مختلف. انا رحت للدكتور زي ما قلت لكم للدايت وكده، فهو عطاني نظام امشي عليه، هو اللي ينفع للحامل واللي بترضع واللي غير حامل كمان، فحبيت ان انا انزله لكم ونمشي فيه مع بعض. النهارده زي ما انتم شايفين السبت 22 سبتمبر، فان شاء الله باذن الله كل اسبوع يوم السبت باذن الله هتلاقوا الفيديو جديد نازل عليه النظام الجديد، تمام؟ فانا في كل في هنزله في فيديو ليه عشان اقول لكم بالتفصيل الدكتور قال لي ايه. الاسبوع الاول هيكون الفطار اليومي. انا بصوا برضو انا هنزل هكتب الدايت ده بالتفصيل عشان لو حد عايز ينقله ومش واضح في الفيديو هنزله في صندوق الوصف تحت، هكتبه بالنظام اللي هو قال لي عليه، تمام؟ بس هو الفيديو غرضه يعني ان انا هقولكم بالتفصيل ايه النظام. يعني الاسبوع الاول هيكون الفطار اليومي كوبايه ميه على الريق، وبعد كده هناخد كوبايه عصير فريش او كوبايه القهوه بتاعتنا او نسكافيه او الشاي بلبن خالي الدسم، تمام؟ ده كده الصبح، زائد بقى خياره او طماطمايه او اي خضار عندك، زائد 3 معالق فول او 2 بيضه مسلوقه او قطعه جبنه، تمام كده؟ ده كده الفطار. ده يعني انت حابة تاخدي فول، حابة تاخدي بيض، حتى حابة تاخدي جبنة، بس هو ده الثابت اللي هو بتاعنا في الفطار. يعني السناكس بقى بتاعنا بعد الفطار ب3 ساعات هيبقى مربى شوكولاتة دارك او ثمرة فاكهة. يعني انت لو مش عندكيش شوكولاتة ممكن تاخدي بدلها ثمرة فاكهة، والشوكولاتة دارك دي بس تكون شوكولاتة خام دارك، بس مش اللي هي تكون دارك ومحشية كراميل والحاجات دي، لا شوكولاتة دارك بس، تمام كده. هنيجي بقى على الغدا. الغدا يا بنات هيكون عبارة عن كوباية مية. الغدا هيكون بعد السناكس برضو ب3 ساعات. يعني الغدا بقى اليومي هيكون عبارة عن كوباية مية زائد سلطة، وبعد كده خضار سوتيه او ني في ني او في الفرن يعني اللي انت حباه، وزائد ربع فرخة او 2 قطعة لحمة او 2 بيضة او سمكة مسلوقة سمكة مشوية او في الفرن، تمام؟ زائد 6 معالق مكرونه بصلصه في البيت. الصلصه في البيت هو دكتور قال لي ان انا اعملها في البيت، ان انا اضرب الطماطم في الخلاط واكبها على طول في حله من غير زيت ولا سمنه ولا اي حاجه خالص، ومن غير توم برضو ولا بصل، وتحط عليها ملح وفلفل وشويه كزبره ناشفه بس كده، قال لي دي تتعمل في البيت وهتكون صلصه حلوه ومش دسمه خالص وما فيش سعرات اصلا، تمام كده. او 4 معالق رز مسلوق. قال لي الرز ده اعمله ازاي؟ قال لي هجيب ميه على النار احط فيها ميه تغلي وارش عليها حبه ملح صغيرين وحبه فلفل اسود وهحط عليها الرز، تمام، من غير برضو سمنه ولا اي حاجه خالص. العشاء بقى يا بنات مفيش سناكس بعد الغدا، اللي هيبقى بعدها العشاء. العشاء طبعا بعدها بقى وقت ما تجوع، يعني كوبايه زبادي او شوفان باللبن او كورن فليكس بولة، يعني كورن فليكس صغيرة او علبة تونة صغيرة متصفية. انا نسيت اكتب لكم ان هو كان كاتب لي خضار سلطة او اي حاجة جنبها، تمام كده. ده كده بالنسبة لايه الفطار اهو، الفطار والغدا والعشاء. هنيجي بقى قال لي على الممنوعات اللي احنا هنبطلها الاسبوع ده. مفيش طبعا اي حاجة بسمنة ولا زيت، مفيش توم وبصل، مفيش. بس النظام ده حلو، انا كنت مجرباه قبل كده قبل ما اتجوز وكده، فكان جايب برضو معايا نتيجة حلوة يعني. ومفيش لبان، ومفيش ايه تاني يا رب كان قايل لي وال يعني اي حاجة من السناكس الشيبسيات بقى والحاجات دي طبعا مفيش، الشوكولاتات والبسكوتات مفيش، واللبن يكون خالي الدسم، والمية الغازية طبعا، هي الحاجات دي بس اللي هي ايه اللي احنا هنمنحها اول اسبوع بس كده. وبعد كده هنغير النظام كل اسبوع طبعا، والمية طبعا على قد ما تقدري، المية على قد ما تقدري، ليكي 14 كوباية سوائل في اليوم، هو كان قايل 14. اي حاجة بقى، ينسون، كركديه، كده اي حاجة انت حباها، مية، اي حاجة. وليكي 3 كوبايات شاي او قهوة بسكر عادي بسكر دايت، او ليكي 4 معالق سكر في اليوم بس، 4 معالق يتعدوش ال4 معالق، ويا ريت كمان لو مفيش يبقى احسن يعني. بس كده بنات هو ده النظام اللي انا همشي عليه. بس انا طبعا قال لي ان انا اللبن هبقى هاخده كامل الدسم
عشان الحل، واللي طبعا غير حامل هتبقى خالي الدسم. فهو همشي برضو معايا عليكم في النظام دوت، وهكتر في من الجرجير والحاجات دي وبس كده، وهغيره طبعا كل اسبوع هنغيره طبعا مع بعض. انا اسفه على الصوت اللي عدى ده. هنغير النظام ده كل اسبوع، كل يوم سبت ان شاء الله هتلاقوا في نظام جديد هينزل على القناه، وفيه بالتفصيل وخسيت قد ايه وكده. ويا ريت اللي هيتابع معايا برضو يا بنات يقول لي في الكومنتات تحت هو وزنه كام وهينزل قد ايه وكده. فبس كده ان شاء الله بالتوفيق كلنا كده يا رب، ونوصل للوزن اللي احنا عايزينه. واي حاجه محتاجينها سيبها لي في الكومنتات ان شاء الله، وانا معاكم وهرد عليها باذن الله. السلام عليكم، باي باي.